عندما درس الاستشراق الشرق درسه كما يريده أن يكون، أي كما يتخيله أن يكون. يذكر إدوارد سعيد في دراسته المشهورة الاستشراق المعرفة السلطة الإنشاء، يذكر الخطأ الذي وقع فيه الاستشراق أو الدراسات الاستشراقية، فعندما درس الغرب الشرق درسه كما يريده أن يكون وكما يتخيله أن يكون. علينا أن ندرس الغرب كما هو لا كما نريد أن يكون، لا كما درس الاستشراق الشرق فأسقط أفكاره وخيالاته وأوهامه عليه. ومن هنا يمكننا بعد هذه المعرفة والفهم للغرب من توجيه إعلام هادف وإقامة علاقة وتواصل حضاري بناء متكافئ مبني على الفهم الصحيح من الطرفين. وفي آخر ورقتي بإذن الله سأقترح اقتراحا لعله يجد قبولا لدى الجامعة تخدم هذا الجانب. ثانيا، اجتناب التعميم في الحكم على الغرب. الحقيقة أن الأصوليات الغربية كما استمعنا، كما أوضح الزملاء، كانت نتيجة التطور في الصناعة وإطلاق الحريات والتفلت من الأخلاق. والأصولية البروتستانتية هي ردة فعل لحركات التحرر وتحريف النصوص. فالغرب إذن ليس كله أصوليات، وإن كان للأصوليات أثر كبير في توجيهه، ولكننا يجب أن نلاحظ أن هناك أصوليات متعارضة في الغرب. فيما بينها، وهذا سيكون عاملا مساعدا ومهما في التعامل معها ومواجهتها. مثال ذلك الخلاف حول حكم العالم. اليهود يزعمون أنهم هم الذين سيحكمون العالم، وكل أعدائهم سيقتلهم المسيح في معركة هرمجدون الفاصلة بين الحق والباطل، وسيحكمون العالم من العاصمة أورشليم لألف عام سعيدة كما يزعمون. النصرانية تذهب طائفة منهم إلى أن الحرب الهرمجدونية ستقتل ثلثي سكان الأرض ويعيشون معه لألف عام سعيدة، وكثيرة هي الأمثلة على خلافات عقدية ومصلحية بين الأصوليات الغربية ينبغي علينا فهمها والاستفادة منها. أيضا محاربة الغلو الديني والمذهبي. الحقيقة أن الغلو والتطرف الديني والمذهبي في بلاد المسلمين يغذي تلك النزعات الأصولية في الغرب. كذلك إدراك الكيد الصهيوني المتحالف مع الاستعمار الجديد من وراء هذه الأصوليات. تضع الأصوليات الدينية والسياسية في الغرب الإسلام والمسلمين العدو الأول، وهذا هو القاسم المشترك والرابط بين عناصر معتقداته الباطلة والمزعومة، خاصة الأصولية المسيحية البروتستانتية التي هي الآن كما تفضل الإخوة في خدمة الصهيونية العالمية بحجة الرجوع إلى الكتاب المقدس وإلى التقليد وإلى التقيد بنصوصه ونبوآته. أضيف إلى ما تفضل به أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد خضر عريف ما صرح به صاحب العمود المنتشر كارل توماس أنه أثناء لقاء صحفي مع المحامي العام جون شكروفت، قال المحامي العام ما ترجمته: الإسلام هو الدين الذي يتطلب فيه الإله منك أن ترسل ابنك ليموت من أجله. وقال أيضا: أما النصرانية فهي الدين الذي فيه يرسل الإله ابنه ليموت من أجلك. أما دان كويل نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش فقد ذكر في حفل تخرج للدفعة العسكرية من قاعدة ويست بوينت عام 1992 ما ترجمته: يجب علي أن أنتهز هذه الفرصة لأحذركم أن خوفي الشخصي وأيضا خوف معظم العالم المتحضر
هو من تنامي الأصولية الإسلامية. وقد علق السيد ويليام بيكر رئيس جمعية النصارى والمسلمين للسلام قائلا: إن كلام السيد دان كويل لم يكن رأيا شخصيا بل وحسب، بل كان سياسة متبعة تم إعلانها، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. أخيرا، تأكيد الثقة بالذات والتميز للأمة الإسلامية، تأكيد التميز والثقة بالذات للأمة الإسلامية والشخصية الإسلامية، وعدم الانزلاق وراء الاتجاهات التغريبية العمياء. ينبغي هنا أن نهتم بنشر الاعتزاز بديننا وقيمنا بين شبابنا رجالا ونساء وبين بني أمتنا، والتحذير من التقليد الأعمى المفتون. فكيف نقاوم تلك الأصوليات والمخططات ونحن لم نتعرف على ثقافتنا وأصول حضارتنا ومصدر عزنا وقوتنا، خاصة وأن تلك التيارات والأصوليات تتميز بالبساطة والسطحية والسذاجة أحيانا في التفكير، كما تفضل الدكتور الصباغ، فلا ترى لديهم فكرا عميقا، ولا يفهمون الأمور المتشابكة والارتباطات المتعددة، مما يسهل نقدها ومواجهتها بإرثنا الثقافي الحضاري العظيم. أخيرا، لا أود أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، فإنه ينبغي لجامعتنا أن تفتح المجال لدراسة الغرب وإجراء الأبحاث عنه بما في ذلك الأصوليات الدينية والسياسية وغيرها، وذلك حتى يتسنى لأجيالنا القادمة التعامل معها عن علم ووعي، وحتى يمكن التصدي لها أيضا. ومن هنا فإنني أتقدم في آخر هذه المداخلة أو الكلمة باقتراح، ولعلها توصية تأخذ بها هذه الندوة المباركة، بإنشاء كرسي لدراسة الاستغراب، وهو مصطلح يقابل مصطلح الاستشراق، والمقصود به هو علم دراسة الغرب من جوانبه المختلفة وفي تنوعاته المتعددة. وأعتقد أن مثل هذا الكرسي وموضوعه المهم سيكون عاملا من عوامل: أولا، الدفاع عن النفس، ثانيا، تحقيق المصالح، ثالثا، نشر الثقافة، ورابعا، تقوية النفوذ. أظن أن جامعة الملك عبد العزيز قادرة على تبني مثل هذا الكرسي، وأعتقد أيضا أن الجهاز الثقافي في الحرس الوطني قادر على دعم هذا الكرسي، وليكن اسمه كرسي الحرس الوطني لعلم الاستغراب بجامعة الملك عبد العزيز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.